عفوت عفوت ايوان روح حرك طالعة يلا كلام كبير حصل ايه يا راجل كلام كبير يا عم بدون تفكير امشي يلا والشو مالك هدي بالك احكي لحالك يعني خطير لا تحكي وتفتي شو هذا يا ستة ترفي وربطي شو كذب كتير الوضع والله يا صناعي دي تراها خربانة مرة أهلا وسهلا فيكم في برنامج كلام كبير. موضوع حلقتنا اليوم عن الصين. طبعا زي ما جميعنا عارفين إنه الصين دولة صناعية. خلينا نشوف شو رأي الأطفال. الصين دولة صناعية ولا زراعية؟ تابعونا. هلا أنت بتسمع عن الصين صح؟ تعرف إنه الصين هلا آخر إحصائية لعدد سكانها وصل 1,340,000,000 تقريبا. أنا بدي تعطيني حلول شو نسوي لأنه صار عدد سكانها كبير. لازم إنه نوزعهم على بلاد تانية مثل الأردن والصومال. نوزعهم على الدول يعني زي البحرين وهدول. إشمعنى البحرين بالذات؟ كبيرة. وشو كمان؟ روسيا كبيرة برضو. أفكر فكرة نموت واحد واحد. كيف نموت واحد واحد؟ يعني ندخل على بيت ونموته وبعدين بدون ما حد يعرف نضرب عليهم كيماوي عشان يقل عددهم. نعطيهم آيباد يلعب فيه يلتهيوا عشان ما يطلعوش برا. هذا يعطونا أزمات. نوزعهم بلدان وأماكن مختلفة. مثل شو؟ نوزعهم مثلا بالهند. أكثر زراعات الصين انشهرت فيها شو هي؟ زراعة البقر والجزر والحليب. كيف زراعة البقرة بالضبط من بدايتها من بداية لحد ما تصير بقرة؟ بنحطها بالأرض نسقيها تنمو. وشو أكثر شيء مشهور بالصين؟ زراعة. ممكن أفكر. لا بيكون في سكر فضي وسكر عادي. في نمل احمر في نمل اسود. هلا النمل الاسود لما ينزرع مع السكر الفضي بتنمو البقره. لما تمطر الدنيا بتنمو اكثر يعني تطلع بتصير نبته. بيجوا النمل بياكلوا السكر وبيجوا البقر بياكلوا النمل عشان يكبر. هلا ليش اللي بالصين بالذات سموها زراعة البقر؟ لأنه بتنشهر زراعة البقر في الصين. تعرفي كيف طريقة زراعة البقر؟ بتسوي السكر والنمل بياكله فهي بتتغذى على السكر والنمل. هلا اسم ثمرة البقر بقر صح؟ طب اللي اكتشف أول نبتة بقر شو اسم العالم؟ بقرودس بقرة. طيب المايونيز كيف يزرعوه؟ بنحطها بالأرض فهذا بنسقيها تنمو بعديها بصير في اسم مايونيز. نبتة بتكون بنحط مي وبتكبر. بزرعوها لما تنمو بطلع لهم مايونيز. وين سمعت المعلومة هاي؟ بعرفها. نرجع للموضوع حليب كامل الدسم وقليل الدسم وخالي الدسم. احكي لي كيف أول شيء نجي بنبلش بخالي الدسم. شوي البقرة اللي بتكون كبيرة بتجيب خالي الدسم والبقرة اللي بتكون متوسطة يعني بتجيب القليل والبقرة الكامل الدسم الصغيرة بتجيبها البقرة الصغيرة. حليب كامل الدسم يكون زوجها اسمه كامل. تمام. فبصير كامل الدسم. البقرة الصغيرة بتتغذى على النبتة بتكون خالها هتنادي بتصير خالي الدسم. مين بنى السور الصين العظيم؟ مش عارف. يمكن يكونوا الصينيين نفسهم. يمكن الهنود. طب الأردنيين؟ لا. طب ليش أنا استبعدت الأردنيين؟ عشان الهنود بعرفوا بهاي الأشياء أكتر من الأردنيين. عمرك شفت الصينيين بحياتك؟ بتشوف الصينيين؟ بتشوف كيف عيونهم تيجي زي هيك صح؟ طب ليش؟ الأكلات الغريبة اللي بيعملوها.
عشان يمكن هم ما بيمنعوا انهم ياكلوا الكلاب عشان الزحمه عشان ما تصيرش عيونهم كبيره انهم بياكلوا الكلاب. لا احنا على التلفزيون. وهلا وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم من برنامج كلام كبير، وانا بصراحه انبسطت كثير من معلومات الاولاد الصغار. ترى لا تصدق ولا معلومه صح. حصل يا راجل كلام كبير يا عم بدون تفكير. امشي يلا والشمالك هدي بالك احكي لحالك يعني خطير لا تحكي وتفتش وهذا يا ستة ترفي ورطش وكذب كتير. والشمالك هدي بالك احكي لحالك يعني خطير لا تحكي وتفتش وهذا يا ستة ترفي ورطش وكذب كتير. كلام كبير بدون تفكير كلام كبير بدون تفكير. شون الوضع؟ والله يا سنايدي تراها خربانة مرة.